كنت في سجن الاستئناف وكانوا حاطيني في زنزانة من زنازين المحكوم عليهم بالإعدام، بقصد التخويف يعني، بس هم عبروا لأن دي كانت أجمل فترة قضيتها في 18 سنة اللي اتحبستوها. الباب مش مقفول، مش مقطع كده زي بوابة الزنازين، ده فيه شباك فيه سياخ كده تبص تشوف العنبر عشان هم يراقبوا منه المحكوم عليه بالاعدام ده يموت نفسه، هم يموتوه. فبقيت يعني ايه على طول الليل سهران مع عم كمال عثمان اللي هو غفر الليل ده اللي اصله اهواجي اللي عندنا من حوش عيسى. وبعدين بعد 6 سبتمبر بعد ضربة 4 سبتمبر، تالت يوم بصيت لقيت الباب بيتفتح وداخلين عليا مأمور السجن ونائب المأمور والضباط. أنا كنت قاعد أقرأ مش عارف كتاب إيه كده، كنت قاعد أقرأ في جبرتي. في إيه؟ إيش؟ قلت لهم إحنا عايزينك، هم قافلين على الزنازين كلها على المساجين. قال لي محمود زغلة ده اللي هو مدير مأمور السجن، قال لي إيه اللي بيحصل في البلد؟ مش فاهمين حاجه. قلت له الاخ بيلف الحبل حوالين رقبته، ففي نقيب اسمه افتكرهولك دلوقتي، قال لي النبي احنا مش عايزين تمنياتك الشخصيه، احنا عايزين تحليل سياسي. قلت له ولا تراهني يلا، انا راهنك على طول شهر. ده فضل شهر الظابط انا يكون مستني، انا راهنك. قلت له 10 جنيه 10 جنيه، قال لي واقف على 10 جنيه. قلت له طب انت هتديني ال 10 جنيه ازاي؟ لو كسبت انا، لو كسبت انت مني اخليك تاخدها من اماناتي، مجموع الفلوس في السجن. قال لي اجيب لك بيها عروسه مارلبور، كانت علبه مارلبور بجنيه. قلت له انا موافق على الكلام ده. قلت له 10 جنيه. قال انا موافق. قلت له شهر، احنا كنا 6 سبتمبر. قلت له شهر من الان السداد هيخلص. وبعدين جيت انا يوم المهم ان انا نسيت الواقعه دي، وجيت يوم العرض العسكري قاعد قدام باب الزنزانه وحاطط الراديو على ودني كده. فكان العرض العسكري، لقيت المذيع بيقول الف انتم مفاجاه العرض وهناك مفاجاه اخرى. قلت له يسمع منك ربنا. ولقيت بوم 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 السلام، بيقول ايه ده مش معقول، دي اخر كلمه قالها. رحت قايم سايب الراديو مطرحه ولفيت على الزنازين على الاربع ادوار. السادات مات. وبعدين ايه جالي المامور قال لي هتعمل لي تبرد في السجن وبتاع. هم قطعوا بعد الحكايه دي، الاعلام المصري قطع، التلفزيون قطع، التلفزيون شغل حاجه قال يعني حاجه وطنيه، وطلعت على بخت السادات رجاله وطول عمر ولادك يا بلد رجاله، فجاتك في العيال اللي موتوه. قلت له والله حلو الكلام ده. وبعدين قلت اعمل له زفه بقى. رحت طالع في الدور الرابع وعلى زنزانه 16، قلت لهم انتوا هتقولوا الاول، وبعدين ايه كل زنزانه اكتب لها بيتين كده يقولوا لا اله الا الله. وبعدين
الساعه نشرت الساعه 3 في لندن مفيش الاعلام المصري ساكت خالص. انا كان عندي راديو بيجيب محطات اجنبيه وده ممنوع في السجن، انما ده كان يعني ولت كده من الضباط والعساكر وبتاع، فهم عارفين فجم جري عليا نفس اللي جم قالوا ايه اللي بيحصل، لقيتهم جايين جري وانا واقف، فرحت ايه فاتح الراديو بان من لندن نشرت الاخبار يقرأوا عليكم ايوب صديق، انا فاكر الاسم ده، موجز النشره، اخبار من القاهره عن وفاه الرئيس السادات بالمستشفى. قلت ويووو واقفين قدامي ووووو العنبر ولع. المأمور هو اصله تركي غبي قوي قال لي هتعمل لي تمرد في السجن. يا ابني انا جوه الزنزانه تمرد ايه؟ رحت ماسك الفوطه ومتحزم ورائص راس، يبدو ان انا رقصت حلو قوي، لان يسري ده اللي كان بيراهيني قال لك الشيخ ختناي يجرى الشرف في الرقص ولا شعر بلدينا اللي بيجيبك هنا، وحياه ربنا ان ترقص احسن من اي رقصه في مصر. رقصت لغايه ما وقعت بس، وبعدين بقى عملنا الجنازه الجميله واعتمد على الله الرئيس السادات. مات برضه زي ما هو كان بيحب التلفزيون، يعني هو مات انا متاكد انه مات مبسوط لانه كان على التلفزيون ايه اهو وتدور الايام وتلف واروح اعمل امسيه شعريه في بيت محمود خليل الراجل الفنان التشكيلي ده اللي كانوا احتلوا البيت بتاعه، متحف محمد محمود خليل ده احتلوه، فما رحت عشان اعمل امسيه في رمضان بعد السادات ما مات، قلت صحيح الشعب هو الباقي حي، هو اللي كان هو اللي جاي طوفان شديد لكن رشيد يقدر يعيد صنع الحياه، والشعب لما يقول يا اصحاب العقول نسمع ونفهم ونحترم صوت الاله. دي قصيده كاتبها اسمها السندباد. وبعدين بقى رحت كاتب البتاع، هو لازم قصيده تليق بالفقيد، رحت كاتب البتاع واقول لكم البتاع اقولها لكم حتى لو هم لو متسجله عندهم اقولها لكم دلوقتي. يلي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لان اصل البتاع واصل على موصول، فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول؟ وإزاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بأن هذا البتاع جاب الخراب بالطول، لأن حتة بتاع جاهل غبي مخبول أمر بفتح البتاع لأنه كان مسطول. وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهد كل اصول، وفات في غيط البتاع امسمم المحصول، وخلى لون البتاع اصفر حزين مهزول. واستعاد قانون البتاع ولا عله ولا معلول، فالقاضي تبع البتاع فالحق المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سلح في البتاع خلى الديانة تصول. يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها ذهول، والحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. ادي اللي جابوا البتاع، جاب الخراب مشمول، لان حته بتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عيل حرس بالبتاع وبرضه مات مقتول.
في المعتقل يا سلام سلم موت وتألم، لكن لمين راح الضيوف والكل كلاب، كلاب حراسة وكلاب صيد واقفين بالإيد يكتفوا عنتر وأبو زيد ويهينوا دياب. الكلب فيهم لا يميز ولا يتميز عن الجاموسة ومطيز وبضفر ولاب، مدربين يدق الكعب على راس الشعب يحط فينا الخوف والرعب من غير أسباب، غير إن شلة حرامية وسمحتية عايشين في مصر عواطلية وبياكلوا كباب، عايزين يقيسوا عرض وطول على كده على طول، ولحد بلدم سيدنا يقول جريه يا كلاب. المعتقل يروح في الضيق ما يلاقي صديق، وإدارة شغلتها التلفيق تعمل له جواب وعن نيابة ومحاكمة وتقوم حاكمة، بدل بلدنا بلد بكنا يمشي الكذاب. لكن يا مصر هيجي اليوم ويطيل النوم، وكل ظالم أو مظلوم هيكون له حساب.